جودي ابتلاه الله عز وجل عندما حصل تصادم بالسيارة بينه وبين رجل آخر، مما أدى إلى وفاة ذلك الرجل. وقد تنازل أهله عن الدية وبقي على زوجي الصيام، وهو يعاني من مرض السكر والضغط، علما بأنه لا ينتهي صوم رمضان إلا بعد عناء ومشقة عليه. فأردنا أن تفيدونا جزاكم الله خيرا عما يجب عليه، هل يصوم أم يتصدق؟ وجهه جزاكم الله خيرا. لا بد من أحد أمرين كفارة القتل، إما عتق رقبة، فإن لم يجد رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل إلا خصلتين اثنتين: الأولى العتق، فإذا لم يقتل عليه فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يقدر على الصيام بمرض أو مانع يمنعه من الصيام فإنه يبقى في ذمته إلى أن يستطيع، فإذا استطاع ولو في زمان متأخر فإنه يصوم، وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.